كيف نعد عصير قمر الدين؟ نحتاج إلى 400 جرام قمر الدين، 3 أكواب ماء ساخن، سكر حسب الرغبة، عصير ليمون، مقص، وخلاط. نقوم بتقطيع قمر الدين إلى قطع صغيرة. نضع القطع في وعاء، نضيف إليها السكر بالمقدار المرغوب، نضيف 3 أكواب من الماء الساخن، نضيف عصرة الليمون للمحافظة على لون قمر الدين. نترك الخليط لمدة ساعة حتى تذوب أكبر كمية من قطع قمر الدين. نضرب الخليط في الخلاط حتى تتفتت جميع القطع ويصبح بالكثافة المرغوبة. نقوم بتصفية العصير ثم نبرده في الثلاجة لمدة يوم كامل، ويقدم عصير قمر الدين بارداً. هل تعلم أن عصير قمر الدين يقي من الشعور بالعطش؟